بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. صفحة 21. عقيدتنا في النظر والمعرفة. قال المصنف قدس سره: نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نحن الشيعة الإمامية نتميز عن غيرنا من أهل الأديان والملل والنحل الأخرى بوجوب النظر والبحث بل الاجتهاد في التوصل إلى العقيدة السليمة، ولا نجيز التقليد في ذلك إطلاقا. بقية الأديان عموما لا توجب على المكلف بمجرد أن يبلغ أن يبحث لكي يتوصل إلى العقيدة الحق، يكفيه أن يبقى مقلدا للآباء والأجداد. النصراني يولد نصرانيا، عندما يكلف يصبح مكلفا، يأتيه باب الكنيسة أو القسيس ويقول له: يا بني يجب عليك أن تبحث لكي تعرف أن النصرانية دين حق. لا، البكري المخالف يولد بكريا مخالفا، حينما يبلغ ويكلف الحمد لله أثابكم الله جميعا أغفر الله لكم الحمد لله. البكري المخالف أيضا حينما يبلغ، هل يأتيه رجل الدين أو يأتيه أباه ويقول له: يا بني عليك بأن تبحث لكي تتوصل بأن دينك الحالي دين صحيح؟ لا. أما الشيعي المسلم الحقيقي بمجرد أن يبلغ ويصل إلى سن التكليف يعطى رسالة عملية لمرجع من المراجع، فإذا فتح أول صفحة من الرسالة العملية وقرأ أول مسألة من مسائل هذه الرسالة، مسألة رقم 1: لا يجوز التقليد في أصول الدين ويجب التوصل إليها عن طريق برهان ودليل. فإذا يقال للمكلف منا: عليك بأن تبحث وتنظر وتحقق لكي تصل إلى الدين الحق. وهذه دلالة قوية على مدى ما نشعر به نحن من قوة عقيدتنا، لأننا نوجب على أبنائنا أن يبحثوا بشكل متجرد لكي يتوصلوا إلى دينهم الصحيح وإلى أصول دينهم. ونعلم سلفا بأنهم إذا بحثوا جيدا فسيعودون مرة أخرى للإيمان بالإسلام والتشريع. لاحظت هنا المسألة وين؟
فهنا يقول المصنف الماتن: نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير، أعطانا هذه القوة ووهب لنا العقل، والعقل كما في الروايات رسول من الله للإنسان، يعني لدينا رسول بشري ولدينا رسول عقلي، أيضا هو حجة علينا مثلما هو الإمام المعصوم حجة علينا، العقل حجة. ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، إلى آخر الآية. وقد ذم المقلدين لآبائهم. فإذن أول ما يجب أن نفعله هو البحث، التفكر، النظر، التأمل، وهذه جميعها يعبر عنها في الاصطلاح العلمي بالنظر. النظر يعني إنسان ينظر، مقصود من النظر ليس هو النظر البصري، أحسنت، النظر البصري الذي يقع على الأجسام، يعني النظر المنطلق من العين، من حس العين، وإنما المقصود به البصيرة أو التفكر، التبصر. صفحة 22، يقول الشارح: ما المراد، آخر شيء، ما المراد من النظر والمعرفة؟ ما المراد من النظر والمعرفة؟ النظر مصدر، ذكرنا في درس الفقه الفرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر النظر مصدر، ومنه الفعلان نظر ينظر، ويقع في معنيين: الأول وقوعه على الأجسام فيأتي بمعنى حس العين أو تأمل الشيء بالعين، ومنه ما ورد في حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: النظر إلى وجه علي عبادة. اللهم صل على محمد. بمعنى أن رؤيته عليه السلام تحمل الرائي له على قول كلمة التوحيد. وبالفعل لاحظوا هنا بالتعليق رقم 1، هذا موجود في لسان العرب. لسان العرب كما تعلمون أعظم وأضخم قاموس لغوي عربي، لسان العرب لابن منظور جدا شهير. في لسان العرب، سجلوا عندكم الجزء والصفحة، في لسان العرب الجزء الخامس الصفحة 215، الجزء الخامس صفحة 215، ماذا يروي؟ يروي عن ابن الأثير. شنو يقول؟ شوفوا شنو مكتوب عندكم موجود في التعليق رقم 1: أن عليا كان إذا برز قال الناس: لا إله إلا الله، ما أشرف هذا الفتى، لا إله إلا الله، ما أعلم هذا الفتى، لا إله إلا الله، ما أكرم هذا الفتى، لا إله إلا الله، ما أشجع هذا الفتى. فكانت رؤيته عليه السلام، هنا ما أدري ليش ما ذاكرين عليه السلام، في النص الأصلي في المصدر الأصلي مكتوب عليه السلام، هنا أكو فراغ، ما أدري هل هو من يعني سقط من المطبعة أم ماذا. فكانت رؤيته عليه السلام، يعني هذا تعبير ابن الأثير، ويتبعه ابن منظور في لسان العرب، كانت رؤيته عليه السلام تحملهم على كلمة التوحيد. كان حينما يبرز صلوات الله عليه
يهللون لا إله إلا الله، ما أشرف هذا الفتى، ما أعلم هذا الفتى، ما أكرم هذا الفتى، ما أشجع هذا الفتى، صلوات الله عليه وروح فداه. وطبعا هنا أيضا بين قوسين لا بد أن نشير إلى أن التعبير عن علي عليه السلام بعليه السلام موجود في كتب عديدة من كتب أهل العام، يعني علماءهم كثيرا كثير من علماءهم يعبرون عن علي صلوات الله عليه وعن الزهراء وعن الحسنين بعليهم السلام، وحتى من جملتهم البخاري لعنه الله في كتابه الصحيح موجودة بعض الروايات حينما يسندها إلى علي يقول عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن علي عليه السلام، لاحظتوا؟ مع ذلك إلى الآن المخالفين بعض الجهل منهم حينما نحن نقول عليه السلام يقولون أنتم تغالون لأنه ترفعونه إلى مقام الأنبياء، نحن لا نقول عليه السلام إلا للأنبياء، قولوا رضي الله عنه أو شنو كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، والكلام هو أنه لا عليه السلام، حتى علماؤكم الفطاحل يستخدمونها لا محذور فيها بل بالعكس، وللعلم هذا دليل على شرافتهم صلوات الله عليه، يعني ما يقولون يوم الأيام أبو بكر عليه السلام لو عمر بن الخطاب عليه السلام، يقولون رضي الله عنه، أما علي عليه السلام شو يقول؟ علي عليه السلام. ما يقولون عن أبو بكر الإمام أبي بكر الإمام عمر الإمام عدن، يقول عن علي الإمام علي، هم هم يذكر. هذه كلها من آثار يعني أن علي صلوات الله عليه متقدم على الجميع. فهذا المعنى الأول، النظر العيني أو النظر الحسي. هناك معنى ثاني كما ذكرنا وهو التبصر، يقول الشارح الثاني أي الثاني من المعاني وقوعه على المعاني، فيأتي بمعنى البصيرة وعلم النظر والاستدلال، يقال في هذا الأمر نظر، في هذا الأمر نظر، يعني شنو؟ يعني فيه بحث، فيه استدلال، فيه تفكر، أي مجال للتفكر لعدم وضوحه. وهذا المعنى الثاني هو المقصود في علمي الكلام والفلسفة لاختصاصه في إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كسب ونظر في المطالب العلمية الدقيقة. هنا يجب أن نوضح ما هو الفرق بين علمي الكلام والفلسفة وأيهما المقبول وأيهما المرفوض. أما علم الكلام فهو المقبول، وأما علم الفلسفة أو ما يسمى بعلم الفلسفة فهو المرفوض. علم الكلام ما هو موضوعه؟ موضوعه إثبات العقيدة بالبراهين والأدلة، إثبات العقيدة بالبراهين والأدلة المنطقية، هذا هو معنى علم الكلام. لماذا سمي علم الكلام؟ إثبات العقيدة بالبراهين، ما نذكر له سجلوا بلي، تعريف علم الكلام إثبات العقيدة، ما يحمله الشخص من عقيدة، إثبات العقيدة بالبراهين والأدلة والاستدلال المنطقي، بالبراهين والأدلة والاستدلال المنطقي، هذا علم الكلام. ولماذا سمي علم الكلام أو لماذا اصطلح عليه بعلم الكلام؟ لأنه في أوائل القرن الثاني الهجري برز المتكلمون في الإسلام، المتكلمون أي الذين كانوا يثبتون العقيدة من خلال البراهين والأدلة والاستدلالات المنطقية، يثبتون وجود الله تعالى، وجود الصانع أو وجود واجب الوجود
من خلال هذه البراهين والأدلة العقلية العقلية المنطقية، ليس من خلال فقط الأدلة الشرعية، وإنما الأدلة العقلية والمنطقية والأدلة الشرعية معا من كلا الجهتين. هذا هو موضوع علم الكلام، وهذا هو ما نقبله. أما الفلسفة فهو علم قديم، إن جاز لنا أن نطلق عليه أنه علم، هو مسلك في الواقع وليس علما. وهذا المسلك بدأ من فلاسفة اليونان. فلاسفة اليونان في الزمن السحيق أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم نظاما دينيا. كانوا ملاحدة قبل الإسلام، قبل الإسلام طبعا، قبل حتى عيسى عليه السلام، قبل موسى يمكن أيضا صلوات الله عليه. أما الفلسفة فهو مسلك وليس علم، وليس علما. هذا المسلك وليس علما، وليس علما، بل منصوبة صح مو مرفوع. وهذا المسلك بدأ من فلاسفة اليونان، أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم نظاما دينيا ما يشبه الدين. يريدون أن يتعرفوا إلى ما وراء الطبيعة، على ما وراء الطبيعة، فجاءوا بهذه القواعد الفلسفية، قواعد أفلاطون، أرسطو طاليس، ما أدري سقراط، ما سقراط، هي شكل الخارجي أنظمة دينية، بس في الحقيقة اتجاه لاهوتي أشبه اللاهوتية. هسه بغض النظر عن التعابير، المهم أنه لافتقادهم الدين صنعوا هذا البديل الفلسفة. والفلسفة أساسها ماذا؟ تعليل العلل، محاولة الكشف عن الظواهر، هذه الظاهرة التي تحدث ما علتها، وغير الظواهر يعني المتخيلات في الذهن، كيف بدأ الكون، كيف بدأ الخلق. الفلسفة تقول يمكنني، أهل الفلسفة يقولون يمكننا أن نصل إلى معرفة كل الحقائق عن طريق الفلسفة، عن طريق يعني تشغيل القواعد العقلية، استعمال القواعد العقلية والمنطقية. أعرف أنه كيف تكون الكون، أعرف أنه الذات الإلهية من أين جاءت مثلا، أعرف أنه الله تعالى كيف يتكون، من ماذا يتكون. بلي لا لا، الكشف هذا العرفان مسألة أخرى، الآن كلامنا عن الفلسفة، عرفان وتصوف موضوع آخر، كلامنا عن الفلسفة. فبسبب جدهم في هذا الموضوع وصلوا إلى بعض من النظريات الصحيحة، ووصلوا إلى كثير من النظريات السقيمة الكفرية الإلحادية، لأن الفلسفة لا تعترف بالحدود، علم الكلام يعترف بالحدود. علم الكلام حينما يصل إلى الذات الإلهية يتوقف، يقول ما أقدر بعد أستوعب الذات الإلهية، خارج عن نطاق التصور، خارج عن نطاق العقل، العقل محدود لا يمكن أن يتصور الله تعالى من أين جاء والعياذ بالله. هذا أصلا التعبير خاطئ أصلا. بس فبسبب جدهم في هذا الموضوع ماذا قلت؟ وصلوا إلى بعض النظريات السليمة وكثير من النظريات الخاطئة أو السقيمة أو الكفرية الإلحادية، لأن الفلسفة لا تعترف بالحدود. الفيلسوف لا يقول أنا لا يمكنني استيعاب كنه الذات الإلهية، لابد أن أستوعب كنه الذات الإلهية. ولذلك وضعوا ما يسمى بالعقول العشرة، والعقل الفعال الذي منه تكونت الخلائق وما أشبه ذلك من هرطقات. فالشاهد هنا النظر الذي هو بمعنى التفكر والتبصر
مشترك بين علمي الكلام والفلسفة. أما كعلم الكلام يوصلنا إلى نتائج سليمة إذا اتبعنا قواعده، أما علم الفلسفة فيوصلنا إلى نتائج خاطئة. أنا بعد هنا ما مذكر. لا لا ما مذكر. عيد هذه الجملة شوفنا من وصلوا إلى بعض النظريات السليمة وكثير من النظريات الكافرة الملحدة. بعدين أنت الإلحادية. جيت وصل 14. هذا مجرد مثال الآن، بعدين نأتي عليه. أنا أتكلم بشكل عام، المهم أن يعني نركز في الموضوع. أنا أتي بالأمثلة وفرع كلامي حتى يكون مستوعب. نعم 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 نعم. فعلم الفلسفة مرفوض، ومع الأسف أن كثيرين أبهرتهم هذه القواعد الفلسفية والمصنفات الفلسفية بعدما وقع التلاقح بين المسلمين واليونانيين، فأخذوا أو تسللت هذه القواعد الفلسفية إلى ديار المسلمين، وأوقعت المسلمين في خبط وشماس، أوقعتهم في خربطات كثيرة على تعبير الدارج. وإلى اليوم مع الأسف يدرس علم الفلسفة في بعض الأمكنة، مع العلم بأن فقهاءنا المتقدمين والمتأخرين، طبعا المخلصين بعقيدة الإسلام، كانوا قد واجهوا تدريس هذا العلم أو هذا المسلك الباطل. يرد عليه ماكو إشكال، ماكو إشكال. لا شوفوا، كثيرين يخلطون بين دراسة علم الاستدلال بين دراسة المنطق يعني وعلم الاستدلال وبين دراسة الفلسفة. يتصور أنه إذا درس الفلسفة يعني يتعلم كيف يرد وكيف يجادل وكيف يناقش، كيف يثبت عقيدته. لا لا، هذا ما له علاقة. من يريد أن يتعلم كيف يستدل استدلالا صحيحا يدرس علم المنطق. الفلسفة شأن آخر، شوي مشابه للمنطق، مطور عن المنطق، ولكن تطوير باطل زائف، مو تطوير حقيقي. من يريد أن يدرس الفلسفة لكي يرد عليها ماكو بإشكال، بشرط أن يكون مستوعبا جيدا، يعني لا يتأثر، لأن كثيرين درسوا الفلسفة بهذا القصد فضاعوا وانحرفوا، لأنها ألغام، يعني ألغام بالفعل. هي حقيقة الفلسفة حقيقة، يعني أنا لا أشك أنه يعني جاءت بباعة شيطاني. يعني الفلسفة تشككك في كل شيء، أصلا الفلسفة منهج تشكيكي، يعني أساسه، أساس الفلسفة شنو؟ الشك في كل شيء، تشك في هذا فما وراءه، وتحاول أن تضع الأسباب والمسببات. لاحظت العلل والمعالي أو المعلولات. فالشيطان ربما اخترع أو كان هو الباعث، وبلا شك هو الباعث، الشيطان بلا شك أنه هو الباعث لبني البشر على الولوج في هذا المسلك، حتى يتشككوا في كل شيء، فيشكوا في وجود الله، يشكوا. ولذلك أعظم الفلاسفة ملاحدة، لا تجد هنالك فيلسوفا عظيما إلا ويكون ملحدا كافرا أو يعتقد بوحدة الموجود، شيء من هذا القبيل. مشكلة تحديد النتيجة في أي بحث يفتحه إذا وضعت أي نتائج هنا، اللي هو البحث الاستدلالي، فرق بينه وبين الفلسفتين تفضلون بها. الاستدلال يستدلون على نتيجة معينة، يعني لا ولا يلتزمون بالحدود، وأساس ذلك التشكيك. وضع نتيجة معينة، بل ما يصير تحط أي نتيجة للبحث، فهذا يضيعك، توصل إلى نتيجة النهاية. وهذا المعنى الثاني هو المقصود في علمي الكلام والفلسفة لاختصاصه في إدراك المعاني النظرية، أي النظر يختص بإدراك المعاني النظرية مو المعاني الضرورية. مثلا الشمس طالعة، أكو أحد بعد
يشك في هذا، هذا شيء ضروري يعني مو نظري، مو شيء غيبي، مو شيء مثلا يحتاج إلى تفسير. نعم كيف تطلع الشمس، مما تتكون الشمس، هذا نظري، نقول نظرية، نظرية أن الشمس تكونت قبل ما أدري 6000 سنة، ما أدري شنو يقولون ذول الكونيين الآن يعني اللي يدرسون علم الفلك حتى الغربي، وأنها مكونة من كذا وكذا، هذا نظري لأنه ليس رؤية العين، مو شيء محسوس، مو شيء يعني ضروري بديهي، أحسن مو شيء بديهي. فالنظر يتعلق بهذا الخصوص، يعني شيء ليس بديهيا، ليس ضروريا، وهذا المعنى الثاني هو المقصود في علمي الكلام والفلسفة لاختصاصه في إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كسب ونظر، يعني يحتاج أن الإنسان يكتسبها، يحتاج أن الإنسان يتعلمها. صفحة 23 إحنا لاختصاصه في إدراك المعاني النظرية التي تحتاج إلى كسب ونظر في المطالب العلمية الدقيقة. زين، هذا التفسير للنظر بكلا معنييه إنما هو تفسير لغوي. إلى هنا حتى هذين المعنيين، يعني النظر الحسي والنظر العقلي المجرد اللي هو إدراك معاني نظرية، كلاهما تفسير لغوي، هنالك تفسير اصطلاحي مو شرعي، اصطلاحي، لاحظ فرق، لأنه الاصطلاح الشرعي يعني شيء أتى به الشارع المقدس استخدمه مثل الطهارة اللي ذكرناها، مثل الصلاة، هذا اصطلاح شرعي أو مفردة شرعية اصطلاحية، لاحظت؟ أما هنا اصطلاحي فقط، هذا من وضعنا نحن هذا التفسير، بل علم الكلام. وهناك تفسير آخر اصطلاحي مفاده ماذا؟ هذا خلوا عليه خط، ترتيب أمور ذهنية للتصور إلى أمر مجهول. وأنا أفضل أن تستبدلوا كلمة التصور بالتوصل، للتوصل إلى أمر مجهول، هذا أصح. وأهم أضيف كلمة بالنهاية، يعني صرت ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى أمر مجهول واستيعابه عقليا، واستيعابه عقليا يعني أن يفهمه، هذا التعبير أتم وأشمل إن شاء الله. ترتيب أمور ذهنية يعني إنسان يرتب أمور معينة في ذهنيته لكي يتوصل إلى أمر مجهول، أمر الآن هو يجهله، فيرتب مجموعة من الأمور يعني يبحثها، ينظر فيها، يحقق إلى آخره، لكي يتوصل إلى هذا الأمر المجهول فيستوعبه عقليا، يحاول استيعابه. يضرب هنا مثالا، وهذا المثال جدا شهير في علم الكلام، معروف جدا، الإخوة هم اللي إذا شوية دارسين علم الكلام يعرفون. مثلا يقال إن العالم متغير، إن العالم، هذا العالم المحسوس حولنا، متغير أم غير متغير؟ متغير، أنت تنتقل من مكان إلى مكان، فلان يولد فلان يموت، هذه الشمس تطلع ثم تغرب، يعني في حالة تغير دائم. وكل، شوفوا هذه طريقة الاستدلال، وكل متغير حادث، وكل متغير حادث، يعني شنو حادث؟ يعني مستحدث بتعبيرنا الدارج، يعني لم يكن قديما، لم يكن متغير آني، بل أحسنتم متغير آني، لا يعني جديد، يعني استحدث. كل متغير حادث، لا يمكن أن يكون عندنا متغير غير حادث. هل عندنا متغير غير حادث؟
أكو هنالك شيء متغير يعني يمكن تغيره غير حادث لا يكون مخلوقا من العدم. طبعا العقل يحكم بذلك. إلى الآن ما جبنا ولا كلمة من الشرع. بالي ضرورة عقلية طبعا. هذا الكاربت الآن هذا الكاربت حادث أم لا؟ لماذا؟ لأنه متغير. بالي كله بالي أثبت هسه جيب مثال واحد لشيء متغير غير حادث. شنو الشيء المتغير غير حادث؟ الشمس متغيرة أم لا؟ حادثة أم لا؟ حادثة يعني مخلوقة مستحدثة. مجال الربط صحيح؟ طبعا طبعا كل متغير حادث نرتب نتيجة الحدوث على نتيجة التغير. أنا حتى أستوعب أكثر. تفضل. أحسن من كل نقطة أكل عليه أحسن حتى من يضرب. أي لا لا مو مسألة أي مو مسألة. بالي. مو شرعية والتغيير ربط التغيير بالحدوث. بالحدوث ملازمة عقلية لا انفكاك فيها. ملازمة عقلية لا انفكاك فيها بين الحدوث والتغير. فإذا إذا كان العالم متغيرا وكل متغير حادث فالعالم حادث أي أن هذا العالم مستحدث كان مسبوقا بماذا؟ بالعدم. أحسنت كان مسبوقا بالعدم لم يكن هنالك عالم. هذا العالم الذي نعيش فيه عالم الدنيا المجرد المحسوس كان مسبوقا بالعدم. هذه هنا هذا شفتوا هاي ثلاث عبارات هذا يسمونه قياس منطقي استدلالي. قياس منطقي استدلالي من الشكل الأول فيه الصغرى والكبرى. الإخوة اللي إذا دارسين شوية منطق يعرفون شنو المعنى الصغرى والكبرى. ما هي الصغرى؟ من يقول الصغرى شنو؟ أحسنتم. إن العالم متغير هذه الصغرى وكل متغير حادث هذه الكبرى. يعني الحادث يكبر عن كل متغير يشمل كل متغير. الصغرى شنو؟ إن العالم متغير. الكبرى التي نطبقها على الصغرى هو شنو معنى الكبرى والصغرى؟ يعني الكبرى مثل معلومة نطبقها قضية معينة نطبقها على مصادقها على ما هو أصغر منها. فإحنا نقدر نشيل العالم هنا ونحط كل متغير. كل متغير أبو علي. إن أبو علي متغير وكل متغير حادث. فإذا أبو علي شنو؟ حادث. أشيل العالم وحط مكان. بلي أحسن أحسن. فهنا قياس منطقي من الشكل الأول الصغرى والكبرى معلومة لدينا وهذا صار وبواسطتها حصلنا على النتيجة التي كنا نجهلها. شنو هي النتيجة التي كنا نجهلها قبل ترتيب الكبرى على الصغرى؟ أن العالم حادث. زين. النظر أحد قسمي العلم حيث قسم الفلاسفة العلم إلى قسمين. نعم شيخنا هذا العلم أعتقد في أوروبا هم يدعى فلسفة. بل نعم 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 ما عندهم علم كلام. ما عندهم علم كلام عندهم علم الفلسفة اللي قلنا أنه علم الفلسفة يشمل علم الكلام مو أنه ما يشمل بس الكلام في الحدود. علم الكلام يضع لنا حدودا علم الفلسفة لا حدود فيه. بالي طبعا علم الكلام هو المقبول شرعا وطبعا ممكن من خلال استخدام القواعد الفلسفية نفس القواعد الفلسفية رد علم الفلسفة وأنه باطل لأنه لا حدود فيه وليس هنالك علم بشري إلا وفيه حدود.
لا يمكن يعني وإلا تكون أنت الله والعياذ بالله. إذا تقول ماكو حدود إلي فأنت الله تستطيع أن تصنع كل شيء. ولأن الغرب الحادي خصوصا في علومه ويعني مناهجه الدراسية فلذلك لا يرى أن علم الفلسفة خاطئ. أما عقليا إذا حقيقة واحد يعمل عقله يشوف أن علم الفلسفة باطل. يرجعون هاي القواعد اللي هي من الشكل الأول يرجعوها إلى هم علم اليونان. لا 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 أكو المتكلمين الإسلاميين مشهورين جدا خصوصا المتكلمين المعتزلة هذا سنأتي به سنأتي عليه إن شاء الله. لا 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 لا, لا. لما صار هنالك تلاقح تسرب أما الكلام لا من حيث باري صح صح. لا لا الإسلام هم به علم استدلال وبه متكلمون والأئمة عليهم السلام كانوا شنو هو يا هو الفلسفة له علم الكلام لا قديم قلت من الـ من الـ من اسمه من القرن الثاني من الهجرة قديم إسلامي طبعا إقامة الدليل علمه إقامة الدليل. الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يربي تلامذة متكلمين هشام بن الحكم وغيره مؤمن الطاق قبل هذا شنو هو في العصور اللي قبل العصر الهجري قبل العصر الهجري قبل الإسلام لا شنو أقول عند العرب ما يفتهمون الفرس ليش كان عندهم قواعد هم فلسفية فلسفة الفارسية غير الفلسفة اليونانية أم كان عندهم ووصلتهم إلى عبادة النار مع ذلك الفلسفة اليونانية أو العمات الفلسفة المثنوية اللي هي النور والظلمة قديمة إلى العرب لأنه ما كان عندهم حضارة فلذلك ما كان عندهم أصلا في كل المجتمع مكة المكرمة ما كان هنالك أكثر من 10 أفراد يعرفون القراءة والكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بلاغة واحد بلاغة مو شو بلاغة صنع الكلام صنع الكلام مو علم الكلام مو علم الاستدلال والإقامة البرهاني والدليل ما كان صحيح زين. والنظر أحد قسمي العلم حيث قسم الفلاسفة العلم إلى قسمين نظري وضروري. شو بين الأقواس نظري وضروري. النظري يقال له أيضا الكسبي يعني إنسان يكتسبه اكتسابا وهو ما تحتاج معرفته إلى التفكير لأنه غير معلوم لكل أحد. أما الضروري اللي أيضا يعبر عنه بالبديهي وهو ما لا تحتاج معرفته إلى تفكير لأنه واضح ومعلوم. الصور ما يحتاج لا هذا ما يحتاج فالأول خلونا نمشي شوية بالش اسمه حتى. بلي. فالأول هو المراد عند الفلاسفة وفي المنطق لشدة الاحتياج إليه في العلوم الاستدلالية يعني النظر أو العلم النظري. وهذا هو المطلوب أو الذي يطلبه الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين. الفلاسفة والمنطقيون والمتكلمون لماذا؟ لشدة الاحتياج إليه في العلوم الاستدلالية. بدايتهم واحدة يختلف. وفي هذه النقطة تبحث عدة أمور. الأمر الأول هل النظر يفيد العلم بمعنى أن كل من نظر حصل له العلم أم لا؟ يعني كل إنسان يطبق القواعد النظرية ويبحث وينظر يعني يتبصر يتفكر هل حتما سيحصل على النتيجة العلمية المطلوبة أم لا؟ يقول شارح اختلف الفلاسفة فيه على رأيين. الأول القول بعدم الملازمة
أي أنه ليس هناك ملازمة بين النظر وحصول العلم. لماذا؟ عندهم استدلالين، وكلا الاستدلالين يرد عليهما أو يرد عليهم فيهما. أولا هذا استدلالهم بأنه إن كان حصول العلم بالنتيجة ضروريا، إذا كان هذا الشيء ضروري بديهي، لزم اشتراك العقلاء فيه على حد سواء، فلا يجوز أنه إنسان يبحث في شيء معين وهو عاقل وشخص آخر يبحث في نفس ذلك الشيء وهو عاقل ويختلفان في النتيجة. لزم النتيجة الآن واضح بأنه إن كان حصول العلم بالنتيجة ضروريا بدهيا، طبعا للعلم بديهي خطأ لغوي شائع، بدهي أحسنت، بدهي الحروف الزائدة تحذف، الياء الألف تحذف، الواضح. لأنه إن كان حصول العلم بالنتيجة ضروريا لزم اشتراك العقلاء فيه على حد سواء، في حين أننا نرى مخالفة بعض الناس لبعض الأحكام الضرورية، بعض الأحكام الضرورية البدهية نجدهم يختلفون بها. مثاله إن الناس يعتقدون بحدوث العالم، صحيح؟ وهذه قضية ضرورية عند العقلاء، ولكن في نفس الوقت تجد أناسا ينكرون هذه القضية الضرورية كالسفسطائيين مثلا. السفسطائيين سامعين عن كلمة السفسطة؟ هذا مذهب، مذهب فلسفي عقلي موجود، لا معاصر، هو أساسا متفرع من الفلاسفة، كان هم خاضوا حرب مع أفلاطون ومع في اليونان السفسطائيين، صارت بينهم مشاكل كثيرة. السفسطائيين لهم قواعد خاصة وقواعد سخيفة، عينا مثل الفلاسفة عندهم هم قواعد خاصة وسخيفة واهنة. فالسفسطائيين ينكرون أن هذا العالم عالم حادث، أحسنتم، يقولون إنه خيال، هذا ما نراه نحن ونلمسه بالعين المجردة ونلمسه بالحواس هذا خيال. ثم عندهم استدلالات خيالية بكل معنى الكلمة، مثلا هذا استدلال من استدلالاتهم المنطقية، ماذا يقولون؟ يقولون إن في الجدار فأرة والفأرة لها أذنا، فإذا للجدار أذنان، للجدار أذنان، تارة نقول الجدار له أذنان بالمعنى المجازي ماكو إشكال، بالمعنى الحقيقي أكو إشكال، هذا استدلال باطل لأنه جنس الجدار يختلف عن جنس الفأر. فإذا الحد الأول به إشكال، الحد الثاني به إشكال، فالنتيجة تكون مشكلة. هو يربط، أو مثلا يأتي السفسطائي وهذا مشهور أيضا عنهم، من يقرأ في تاريخ السفسطائيين يقول ماذا؟ يقول شاهد صورة رسمة فيها صورة حصان، فقال هل للشخص اللي عنده هذه الصورة، قال له هل تريد أن أثبت لك أن هذه الصورة لها صهيل يعني صوت الحصان؟ قال نعم، قال هذا حصان وكل حصان صاهل، فإذا الرسم صاهل، الرسم يطلع صوت صهيل، وطبعا ما يطلع تخاليف. فإذا شاهد الفلاسفة هنا ماذا؟ حينما يرفضون أن كل نظر يحصل له العلم يقولون لأنه هذا النتيجة، شوفوا السفسطائيين شو نسوا، شلون بهدلون، أيضا نظروا، مو أنه ما نظروا، طبقوا القواعد، مو ما طبقوا، ولكن بسبب مع هذا النظر وصلوا إلى نتيجة مغاير النظر طائفة أخرى من العقلاء، هؤلاء عقلاء وهؤلاء عقلاء، وكلاهما اختلفوا في حكم بدهي ضروري. فإذا هذا معناه أن كل من نظر لا يحصل له العلم حتما، هذا استدلال أول. أما
إن كان حصول العلم بالنتيجة نظريا، يعني أيضا حينما نتوصل إلى العلم أو النتيجة العلمية نتوصل إليها نظريا لا ضروريا لا بدهيا، فيلزم منه التسلسل. يعني شنو التسلسل؟ يعني شيء يقودنا إلى شيء. هو نريد أن نتمكن من قطف هذه الثمرة العلمية، نريد أن نستفيد فتحقق عندنا هذه الإفادة، صحيح؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر، لأنه نفس هذه العملية نظرية فنحتاج أيضا إلى نظر آخر، فنظر يقودنا إلى نظر ويقودنا إلى نظر ويقودنا إلى نظر، وهذا محال. التسلسل لا يؤدي إلى نتيجة. فمن خلال هذين الدليلين يستدلان على أنه ليست هنالك ملازمة بين النظر وحصول العلم. ما هو ردنا عليهم؟ ولكن ينقض عليه نقض، أننا نختار كون النظر مفيدا ومحصنا للعلم بالبداهة في أكثر الأحيان، لأن الوجدان، الوجدان هو معلوم، الوجدان ما يشعر به الإنسان تلقائيا، يعني يحسه يدركه بداهة وجدانيا، لأن الوجدان حاكم بحصول العلم بالأمر البديهي. أكو إنسان ينكر طلوع الشمس حينما تكون طالعة في رابعة النهار؟ مستحيل. ليش؟ لأن وجدانه يحكم عليه. فإذا يتحصل العلم بدهيا لأن الوجدان حاكم بحصول العلم بالأمر البدهي لو نظر بإنصاف إلى الصغرى والكبرى. هذا خطأ، بإنصاف كاتب، بإنصاف بالهمزة، الهمزة تحت الألف. لو نظر بإنصاف إلى الصغرى والكبرى، أعني في المثال إن العالم حادث وكل حادث متغير، فالعالم متغير، فالمقدمتان الصغرى والكبرى أمران بديهيان. أمران بديهيان لولا العالم حادث أمر بدهي أم لا؟ العالم حادث أمر بدهي أم لا؟ بدهي. عفوا، العالم حادث بلي أمر بدهي، هذا الصغرى، وكل حادث متغير أمر بدهي، فإذا النتيجة تكون بدهية. فإذا نختار كون النظر مفيدا ومحصلا للعلم بالبداهة في أكثر الأحيان، لأنه هنالك بعض الأمور لا تتحصل وإن كانت محدودة وترتبط عادة بالذات الإلهية. فالمقدمتان الصغرى والكبرى أمران بديهيان يترتب عليهما صدق النتيجة التي هي أمر بدهي، ولا يلزم اشتراك جميع الناس في الأمور البدهية، ومرد اختلافهم في بعض الأمور الضرورية إنما هو نتيجة عدم تصور الأطراف. يعني هذا السفسطائي حينما اختلف مع غيره من العقلاء في أن العالم حادثان وأن العالم موجود ومسبوق بالعدم، هذا اختلافه جاء بسبب عدم تصور أطراف القضية، يعني الصغرى الكبرى الحد الأوسط إلى آخره، بسبب هذا لا يتصور جيدا. كما ضربنا مثال بالنسبة للحائط والفأرة والأذنان، عدم تصوره، يعني ما انتبه إلى أنه هذا قياس مع الفارق، الحيوان شيء والجماد شيء، ربط غير مقبول، أحسنتم، ما انتبه إلى هذه المسألة، فهو عدم تصور الأطراف. أو هذا واحد، يعني هو يريد الآن، نحن نريد أن نرد على الفلاسفة، ولا فهم
أحسنتم. بلي بلي. يعني أخذ المسألة مجردة. أخذ المسألة مجردة مجردة. بدون تطور الأطراف. هذا سبب من الأسباب. نحن نريد أن نرد الآن على هؤلاء الفلاسفة. يعني نريد أن نكشف أيضا أنه لا، العلم يلازم الحصول، النظر يلازم الحصول بالعلم. فنرد عليهم على هذا الشيء اللي جابوه، نقول أنه المثال اللي ذكرته جاء بسبب عدم تصور الأطراف أو عدم تصور الموضوع والمحمول بشكل لازم. يعني شنو الموضوع وشنو المحمول؟ الموضوع هو ما نبحث فيه لكي نرتب عليه المحمول، أي الحكم. نقول هذا الماء اللي موجود في الإناء ماء سقطت فيه عذرة، هذا يسمى الموضوع. الآن ما هو المحمول؟ نجس، يتنجس. ماء أقل من الكر وسقطت فيه عذرة، سقطت فيه نجاسة، سقط فيه دنس، فمحموله ماذا؟ يعني نتيجته. لا، محموله يعني الحكم، الحكم. المحمول أي الحكم. المحمول حكم، يعني نحمل عليه أنه نجس. فهؤلاء أيضا لا يتصورون الموضوع والمحمول بشكل جيد. هذا هم خلل ثاني عندهم، غير تصور أطراف القضية. يكون توصيفهم للموضوع، نظرتهم للموضوع خاطئة، أو نظرتهم للمحمول خاطئة، يعني ترتيب المحمول خاطئ على الموضوع، تطبيق المحمول على الموضوع. زين، فتصير النتيجة شنو؟ خاطئة. فكل من يتصور الكل والجزء، مثلا هذا ينطي مثال هنا أنه كل إنسان يتصور الجزء والكل، يجزم حتما بأن الكل أكبر من الجزء. هذا مثال، ماكو أحد يختلف بأنه الكل أكبر من الجزء. كذلك في مسألة استحالة اجتماع النقيضين، قال بعضهم بجواز الاجتماع، يقول ممكن اجتماع النقيضين، النور والظلمة، نقيضان أم لا؟ نقيضان. هل يمكن أن يجتمعا؟ مستحيل، عقلا مستحيل. بعض دول السفسطائيين قالوا، وربما تبعهم بعض الفلاسفة أيضا، بجواز اجتماع النور والظلمة. يرفضون، يمكن يرفضون. قال بعضهم بجواز الاجتماع، وما هذا، عفوا، وهذا إنما كان كما قلنا نتيجة عدم تصور الأطراف للقضية تصورا صحيحا. فإذا رددنا الاستدلال الأول للفلاسفة بأنه لا ملازمة بين النظر وحصول العلم، رددناه بهذه الاستدلالات، من أنه في الإنسان وليس في أصل الفكرة. لا، يعني العلة ليست في القاعدة. القاعدة سليمة، المشكلة في التطبيق، في تصور أطراف القضية، في تصور المحمول والموضوع.